إن ردي واجد هنسنا التمر وين الكيلوف ولما سنغرم وننقزام إذا قهات سنفات نهجن دغ السياحة كدوارا ما ينقزام من يهجن السياحة هلن هسكين لا داغتين صواتا انت من تنهجد السياحة هلا هانت المربيين هانت دقن دغه وسكتن هلا انت شو انت نغرهم شو انت ينظوا شو انت شو انت تاهور تاهورين لا نتفلسن هذا تاهورين تليت انا تانا اشهر تليت انا تصغير يدقن وين دغني هجن الزوار هلا تسرو كان الزوار دغ هجن الولاية تارغ ما دابينا الداسن داخل المنطقة وتلات تولى إذا قلت كذا تلا واحد نظرة وتلات تولى ما دبينا أنا غداسين كل سياحة واللي باغي يشوف هذه المنطقة نتاع ريديا ريديا إذا قوى لاغن إلى نظرة ولاغن ما دبينا التكيير ندون يتهلاو فيه يا هسقين تاغرة والدولة هكذا هون دواغة تكيير دغدون هون دواغ سياحيين ويشجعوهم اللي باغي يدير لاجونس يديرها قادر على لاجونس يديرها ياك يديرها بالنظام ماهوش بالفوضى ياك نغوا حاجه تات ولاغه تتلقي وين تاسيليت هو سيت نهجد التيسيت اي هانتاغ الولايه سيد دار تاسيليت تساغد تاسيليت تنهجر احنا الان في منطقه هنا راديق هذه المنطقه من بين المواقع السياحيه لولايه عين قزام المنطقة تتميز بها مقصد سياحي بامتياز لما لها من مقومات سياحية في المنطقة هذه هي تعتبر نقطة ثانية من عبر المسار السياحي اللي اقترحناه في الولاية منطقة إنرادغ هذه المنطقة بها عدة متاحات سياحية قلنا فيما يخص النقوش الصخرية كذلك بها عدة معالم ثقافية منها المعالم الجنائزية كذلك هناك تعتبر في المنطقة الصيفية كذلك هي منطقة رطبة لأن هناك غابة الأكاسيا المنطقة هذه تحتاج وهي تستحق الزيارة من طرف الزوار لأن أبواب الولاية مفتوحة لزيارة هذه المواقع السياحية بالولاية أسيدارا إمزغن وننقزام أزنه لنتغرى يجننا وان السياحة فلاس إدير من إيكيت إيدقون ونالخدمة إيتي لقوين دغتاغ الولاية